وهنالك صفة أيضا مهمة للشباب المؤمن، عندما نأتي إلى القمر المنير أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام، يقول: الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل. زين، البعض يسمع بهذه الأشهر الفضليات، شعبان ورمضان، يسمع بمن صام له كذا ثواب، من قرأ هذا الدعاء له كذا ثواب، من جاهد في سبيله بين يدي مولاه له هذا الثواب، ولكن قد يزهد، يزهد يعني لا يقدم، لا يباشر. ولكن المولى أبا الفضل كان راغبا فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقه الله بدرجة آبائه. فهنالك مقام للمولى أبا الفضل صلوات الله وسلامه عليه مع الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه الدرجات لا ينالها إنسان بلقلقة اللسان، بل هنالك قول وهنالك عمل، واقع تضحية قدمها المولى قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، فصار عنوانا للشباب الأحرار. الآن الشباب عندما يقدمون على أي أمر يقول: يا أبو فاضل، يا قمر بن هاشم، صار عنوانا ومسيرة إلى كل شبابنا في الإقدام والجهاد والتضحية بالغالي والنفيس من أجل المبدأ. المبدأ يعني الدين، هذه الأمانة العظيمة التي حام عليها أبا الفضل وسلمها إلينا بأمان، ولا بد أيضا أن نحامي عليها ونسلمها إلى أجيالنا بأمان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.